وكانت ولادة المرحوم الوالد عام 1936 تقريبا. نشأ في أسرة في بيت عائلة ثقافة وأدب علم، طبعا ربى على أيدي كبار الكتاتيب والمطاوعة، وكان يعني في ظل والده الله يرحمهم جميعا، ربى على الكرامة، ربى على الضيافة، وأيضا شاف تعلم العادات والتقاليد والسنع في ظل والده في هذاك المجلس في القطارة حصن الدرمكي. كانوا الشيوخ يزورون الشيخ حمدان بن زايد الأول والشيخ زايد بن خليفة الأول بحكم المصاهرة اللي ما بين جدي وآل نهيان الكرام، أيضا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والله يرحمهم جميعا. فهذه كانت نقطة البداية. جدد الشاعر محمد بن سلطان الدرمكي في المفردة والصورة والبناء، وحافظ على الأصالة ضمن المدرسة الشعرية الإماراتية. كانت فترة الستينات من القرن الماضي شاهدة على قوافيه الأولى، تلك التي تلمست أولاً نبض المكان وريفه الجميل، وتنفست من رئة نسائمه أوزان الونة والردح والتفعيلات الأخرى ذات العلاقة بتراث المكان.